كمتتبع الشأن المحلي وكأحد ساكنة اللي قريبة من هذا المقر يعني ابن منطقة درب غلف، يعني تنحمل المسؤولية المجالس المنتخبة وعلى رأسهم يعني مؤسسة التعاون وعلى رأسهم يعني عمدة المدينة، وتنشكر كل يعني من قام يعني بالمبادرة ديال التدخل السريع لا من رجال الأمن ولا من رجال يعني الوقاية المدنية اللي حرزوا وقفوا هذا النزيف. ولكن اليوم السؤال ديالنا يعني البيضاوي والبيضاويين غدا فاش غادي يتنقلوا؟ واش بغينا بهذا الحريق اننا نجاوبوا باش اننا نقولوا انه كان حريق وتحرقوا فيه حافلات؟ يعني نتمنى من مجلس مدينه الدار البيضاء ومن اداره ديال هذه الشركه اللي تم يعني تسليمها هذه المهمه انها تجاوب بجواب مسؤول وواقعي. بالنسبه لشي فكره على الخسائر ولا انا ما كنتش داخل الشركه، يعني حنا كنا بالجانب ديالو في احد المقاهي، يعني شفنا مجموعه من المواطنات والمواطنين تيتهافتوا على هذا المقر، حنا بحالنا بحالهم يعني تنسائلوا ونتمنى المسؤولين انهم يجاوبونا. ما عرفتش شحال من الحافله زعما سمعتي الناس قالوا ما غنقدرش نقول لك، يعني تيقول لك مجموعه من الحافلات، تنتمنى انهم ما يكونوش يعني ضحايا مواطنات ومواطنين وموظفات وموظفين يعني داخل هذا. الا كانت خسائر ماديه ممكن انها تعوض، ولكن بغينا البيضاويين والبيضاويين يكونوا عندهم وسائل غدا تحترم الكرامه ديالهم. تفاجئنا وحنا مجموعه ديال الفعاليات مجمعين ويا هنايا، يعني كنا في المقهى، تنتفاجئوا بالاسراع ولا الهراء ديال مجموعه ديال سيارات الاسعاف، مجموعه ديال رجال الشرطه وسيارات يعني ديال الاطفاء. اذا بينا تتفاجئوا بان تيقولوا لنا بان هنا في الطاك في نقل المدينه انه مجموعه ديال الحافلات انها تتحترق. اذا بينا تيبان لنا دخان كثيف، العدد يعني ما كاينش شي تصريح اللي هو موثوق منه، تيقولوا ما بين 10 وما بين ما بين ما بين 15 حافله اللي تحترقات، وتيقولوا بان هذه الحافلات هي النقل المدرسي، يعني موجه النقل المدرسي اللي عنده شراكه مع الطاك. تنتمناو من هنا الساعات المقبله انه تبان الحقائق، انه يبان العدد الحقيقي وشنو السبب ديال هاد يعني اندلاع في هاد الوقت. كما تنعرفوا حنا متشبعين للشأن المحلي العام والمحلي المنطقه والعام، بانه الصراعات دابا ولا المشاكل ديال مجلس مدينه وديال هادشي ديال الحافلات الجداد مع 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 الشركه، تنتمناو انها تبان مجموعه ديال الحقائق يعني في القادم ديال الساعات.